خلينا نتكلم على البطوله ابتدت ازاي يا رغد، ولعبتوا مين في الاول، ومين المباريات اللي كانت في البدايه، ووصلنا نهائيات لعبنا مع مين؟ يعني كلميني على البطوله من الاول للاخر كده. لا هي البطوله كانت احنا بدانا بالدوري التمهيدي، لعبنا فريق المعادي على ما اتذكر يعني، وفريق مدينه نصر. هو كان اجمد فريق في القاهره، في الدور التمهيدي. لا دور التمهيدي، التمهيدي اه بس. دور التمهيدي تمام. وبعد كده لعبنا الشمس، واحنا لعبنا كل الفرق يعني. حلو، ده في التمهيدي لا في مدار الفاينلز. البطوله يعني، طيب مدار البطوله. الفاينلز كانوا مين الاربع فرق؟ فكرينا بيهم كده تاني يا رب. احنا ووادي دجله والشمس وزهور. الزهور، مين اقوى فرقه كانت؟ كانت الزهور. كانت الزهور. الزهور بصراحه عاملين يعني حتى في الولاد موسم برضو في ال حلو. 16 وال 18 لا عاملين طفره كويسه بصراحه نادي الزهور. طيب عملنا ايه في المباريات؟ مشينا ازاي يعني برضو نفكر الساده المشاهدين؟ احنا لا احنا مشينا في الفاينلز، احنا مشينا كويس قوي من الاول، بس وقعنا بس في ماتش وادي دجله تمام. بس يعني، ما وقعناش خالص يعني. احنا بعدها كملنا عادي جدا، و يعني كلنا كنا بنشجع بعض ان احنا لا البطوله دي يعني بتاعتنا. وادي دجله احنا خسرنا تمام، بس كان عندنا 3 مباريات تانية كسبنا. كان عندنا دوره تانية هنلعبهم تاني بقى. يعني انا معلش، احنا الدوره بطوله القاهره السنه دي معموله دورتين، ماتش يوم ماتش ويوم راحه، يوم ماتش ويوم راحه، دي الدوره الاولى وزيها الثانيه. الدوره الاولى خسرنا من الايه، من وادي دجله. طب الدوره الثانيه كسبنا كله. كسبنا كله. طيب هل في حد عمل زينا يعني؟ يعني هل مثلا في فرقه مثلا عامل زينا ان هي خسرت ماتش واحد، ولا احنا هي الزهور كانت خسرانه مننا ماتش واحد في الاول، فاللي كان في اول الدور في النهائي، فاللي كان هيكسب الماتش بتاعنا هو اللي كان هياخد البطوله. يعني ده كان فاينل؟ ده كان فاينل. بس وادي دجله كان باعت والشمس كان باعت. هما كانوا بيلعبوا على تالت ورابع. تالت ورابع. انت التاني كان الزهور، التالت مين بقى؟ وادي دجله. الشمس. الشمس، والرابع وادي دجله. سبحان الله، يعني انتوا حتى مباريكو كان من فرقه تعتبر اللي هي الرابع، يعني اضعف واحده في المجموعه، بس ما كانش. طب انت رايك كان ايه السبب؟ يعني ايه ليه كنا قلقانين من ماتش وادي دجله ايمن، ولا ايه السبب من وجهه نظرك؟ يعني انا شايفه ان هو يعني حصل لنا دروب، يعني كان دي اوف، وده عادي يعني، شايفه بالظبط بيحصل جدا لاي ده. فرقه. صحيح. بس الحمد لله احنا قدرنا ان هو نفوق ونجمع بعضنا تاني، وبعد كده اصلا لما لعبناهم تاني كسبناهم 40 بوينت، ف صحيح، احنا فواضح اثبتنا. الفرق. يعني فهي كانت دروب ما كانش يعني مش الطبيعي. مش الطبيعي. طب احنا في الجمهوريه مين ممكن ينافسنا ايمان؟ انا شايفه الصراحه يعني يعني فرق مين في اسكندريه. اسكندريه مين بطل اسكندريه؟ سبورتنج ولا مين؟ هو لسه البطوله بتتلعب ما بين السموحه انتوا بتبقوا والاولمبي. عارفين برضو السموحه او سبورتنج صح؟ ولا يا اولمبي والاولمبي كمان كويس. مفيش سبورتنج 20. مفيش سبورتنج. انتوا عندكم يا اما الاولمبي يا اما السموحه. يا اما السموحه. طب الاتحاد ما في فرقه 20 في الاتحاد؟ فانتوا النهارده برضو يعني فرقه اسكندريه برضو، لانه اكيد هتبقى يعني الدنيا برضو. طيب قولي لي انت يعني افضل ماتش لعبتيه يا ايمان فاكره؟ من الست ماتشات، من سوري ستة، ما ثلاثة وثلاثة ستة فاكرة؟ يعني مش عارفة، أنا شايفة إنه كان مستوايا يعني ثابت الحمد لله كل الماتشات. لا ما كابتن محمد اللي سأله السؤال ده لما يجي لنا بقى، وهو اللي هيقيم بقى، وتقعدوا تتفرجوا وتشوفوا هيقول إيه. بس أنت الحمد لله حاسة إن أدائك كان كويس. طيب إيه التوجهات، إيه التوجيهات اللي كان دايما كابتن محمد بيوجهها لي؟ أنا هسأل برضه رغد نفس السؤال، إيه اللي كان دايما بيقوله لي في التايم أوت؟ إيه اللي كان دايما يقوله لك قبل الماتش؟ أنت بتلعبي مركز إيه يعني؟ 3 و4. حلو، يعني مركز مهم جدا ووظايفه معروفة. ايه بقى اللي كان بيطلبه منك كابتن محمد؟ كان مثلا بيقول لي قبل الماتش اللي هو العب لعبي وما اتوترش براحتي وكده، وكان مثلا كان بيقول لي مثلا على حته بتاعه التايمنج بتاع الكوره، ان انا اتوقع الكوره صح عشان اللي هو اعرف اعمل ستيل او كده. صحيح. وبس، وكان دايما اللي هو بيشجعني، وده يعني حاجه اهم كويسه حاجه جدا. يعني اللاعب بيحتاجها يعني من المدرب بتاعه.